مرة أخرى صباح الخير شاهد، صباح الخير لارا، وتحياتي لكافة الزملاء في الميدان عاهد الدبعي وأحمد أبو حماد. ويعني بصراحة اليوم يعني كما تابعنا الحلقة مميزة ب يعني تنوعها فيما يتعلق في القطاع الزراعي والقطاع البيئي، ونستمر نحن في يعني محافظة جرش في تسليط الضوء على يعني هذا التنوع، ونستضيف مدير محمية غابات دبين، وهي غابات معروفة طبعا، دبين معروفة على مستوى عالمي وعلى مستوى إقليمي ومحلي، للحديث أكثر عن هذه المحمية نشأتها وما يميزها. نستضيف مدير محمية غابات دبين المهندس بشير العياصري. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على هاللفت الكريم إطلاع الناس على الموروث البيئي الموجود في محافظة جرش بشكل خاص والغابات الدبين بشكل أكثر خصوصية. نعم. بدنا تحدثنا بداية عن نشأة هذه المحمية ومن ثم ننتقل يعني لموضوع التنوع الحيوي داخل هذه المحمية. وهيثم يعني ضمن الجهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية في الأردن، جاء تأسيس محمية غابات دبين سنة 2004، وهدف التأسيس هو حماية النظام البيئي لغابات الصنوبر الحلبي اللي تعتبر دبين هي الحد الجنوب الشرق الأخير لمثل هذا النوع من الغابات، وتعتبر دبين أيضا البقايا المثالية لمثل هذا النوع من الغابات والممثل لها على مستوى شمال الأردن بشكل عام. محمية غابات دبين مساحتها حوالي 8.5 كيلومتر مربع، فيها 3 أنماط نباتية، يمكن بالأطراف السفلية إذا بتشوف ينتشر الصنوبر الحلبي بشكل كثيف، في الأطراف الوسطى السنديان القليط مع الصنوبر، وفي الأطراف العلوية ينتشر الغابات السنديان تكاد تكون بشكل خالص. محمية غابات دبين تدعم وجود 517 نوع نباتي، منها حوالي 17 نوع مهدد، بالإضافة إلى العديد من أنواع الحيوانية، ويقف الدلق الصخري، السنجاب الفارسي، الثعلب الأحمر على قمة الهرم الحيواني الموجود في هذه المنطقة. أيضا تستضيف دبين حوالي 85 نوع من الطيور، منها ما هو مقيم ومنها ما هو مهاجر. نعم. طيب بدنا نتحدث عن يعني تعاون إدارة المحمية مع المجتمعات المحلية في محافظة جرش والهيئات التطوعية وما شابه ذلك. دبين منذ تأسيسها عملت على بناء شراكة حقيقية على مستويين، المستوى الأول مع صناع القرار حول المنطقة وعلى رأسهم الحاكمية الإدارية، مديرية زراعة جرش، مديرية البيئة، الدفاع البدني، مديرية التربية والتعليم، كل القطاعات اللي بالداخل عملنا معهم بشكل أو بآخر. أيضا عملت على بناء جسور مع المجتمع المحلي من خلال إنشاء مشاريع اقتصادية اجتماعية تجعل من الغابة يعني مصلحة ومنفعة اقتصادية أكثر مما هي نظام حماية صارم، لأنه لازم يكون في نوع من المنفعة حتى تتبادل الناس وتصبح المجتمعات حول المحمية حاضنة اجتماعية لمثل هذا النوع من الغابات، وبالتالي بيسهل عملية حمايتها على المدى الطويل واستدامتها. أبرز المشاريع اللي الآن يعني قيد التنفيذ وما هي خطتكم المستقبلية في العام 2021-2022؟ نعم، يمكن الآن المشروع اللي حاليا بننفذ فيه هو مشروع التدخل مع الوكالة الألبانية للماء الدولي، وهي بركز على عملية النظافة، لأنه بتعرف دبين أنت مستهدفة بشكل كبير من الزوار، وللأسف يعني مع احترامنا للناس اللي ملتزمة وحتى الناس اللي مش ملتزمة، لكن فيه نسبة من عدم الالتزام، وبالتالي فيه انتشار للنفايات بشكل كبير. ويمكن احنا في مناسبة اليوم انه في حملة وطنية لموضوع البيئة، وراح تشوف قديش في جهد وطني لموضوع انه معالجة الآثار البيئية فيما يتعلق بالنفايات. هذا المشروع امتد على 80 يوم عمل، واحنا الآن يمكن في أواخر هذا المشروع، لكن أيضا دبين كونها مميزة وبشكل كبير مرشحة وبقوة للانضمام لقائمة المحميات الطبيعية، المحميات الخضراء ضمن التصنيفات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. ويمكن اللي أخر الموضوع فقط موضوع كورونا، لأن كورونا أخر أشياء كثيرة على المستوى الوطني وحتى على مستوى الغابات.